أن آخذكم معي إلى اكتشاف جديد أيضا، إلى اكتشاف جديد. الحقيقة اكتشاف لوكالة ناسا، فقط دعوني أشارك الشاشة. يعني أنا أحب في حلقات البث المباشر أن يعني أتحدث معكم ونستخدم يعني الموقع أمامنا، نرى الموقع الذي أنا أخذ منه آتي به. طبعا أنا أستخدم الإنترنت الآن، آتي بالموقع خلال الإنترنت أونلاين ونكتشف معا. يعني أنا حقيقة أول مرة يعني أرى هذه المقالة، أرسلها أيضا لنا أحد الأحبة وأنا سأقرأها معكم. هنا هذه الدراسة منشورة على موقع وكالة ناسا للفضاء. هذه الدراسة أيها الأحبة بعنوان اكتشاف كوكب أو كواكب ثلاثي النجوم. ثلاثي النجوم يعني يدور حول ثلاثة نجوم. يعني هنا أحبتي في الله دعوني فقط أخذ هذا النص فقط لأترجمه وأترك لكم الشكل، تأملوا معي هذا الشكل واضح هنا. طبعا هنا أحبتي في الله نرى هذا النجم، نرى هذا النجم وحوله يعني أو ثلاثة نجوم، وهناك يعني دعوني أقرأ لكم هذا الرسم، رسم توضيحي أمامنا. نرى كوكب، طبعا هم اسموه اسم علمي يعني KOL5AB، يعني مصطلحات علمية يعني تصنيفات. نرى كيف يمر، طبعا رسم، هذا رسم عادي، رسم يعني فوتوغرافي ليست صورة حقيقية، يمر عبر يعني وجه النجم الشبيه بالشمس، طبعا يقصد هنا أيها الأحبة، وهو جزء من نظام ثلاثي النجوم يقع على بعد 1800 سنة ضوئية من الأرض حسب معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا. طبعا هذه المقالة أيها الأحبة هنا دعوني فقط أطلع معكم، منشورة بتاريخ هنا 11/1/2021، إذن هي قبل أيام يعني في 2021. هذه النقطة السوداء يقصدون بها الكوكب، هذا كوكب هنا يمر أمام هذه الشمس شبيهة بشمسنا، وهنا نجم آخر ونجم آخر. مثل هذا النظام منتشر في الكون أيها الأحبة، أننا نرى كوكبا، هذا هو الأسود الصغير، يدور حول ثلاثة نجوم أو ثلاثة شموس. يعني عند الشمس هذه القريبة رقم واحد، وهذه الشمس هنا رقم اثنان في الأعلى، وفي الأسفل هذه البعيدة الصغيرة رقم ثلاثة. إذن هذا كوكب يدور حول ثلاثة شموس أيها الأحبة. طبعا أيها الأحبة يعني هذا الكوكب تم رصده من خلال تلسكوب فضائي تابع لوكالة ناسا، وتم حديثا يعني عمل دراسة حديثة تأكد وجود هذا الكوكب الذي يدور حول ثلاثة نجوم. الحقيقة شيء معقد جدا، يعني أن يعني حقول جاذبية معقدة، طريقة سيره الفلك الذي يسير فيه يسبح فيه معقد جدا حقيقة أيها الأحبة. طبعا المسبار كبلر، اسمه كبلر أو المركبة الفضائية كبلر، من خلالها تم اكتشاف تقريبا 2394 كوكبا ضخما يعني يدور حول نجوم خارج طبعا المجموعة الشمسية. وطبعا هناك 2366 كوكب في طور الاكتشاف يعني،
وهنا أيها الأحبة، مثل هذا الكوكب أنا أستطيع أن أقول يعني هو كوكب على ما يبدو أنه أكبر من الأرض. يعتقد العلماء أنه كوكب غازي، مثلا قد يكون مثل كوكب المشتري أو زحل، حجمه كبير. ولكن هذه بيانات عبارة عن توقعات، يعني إنما الكوكب موجود. طب هل هناك حياة على ظهر هذا الكوكب؟ طبعا إذا كان كوكب غازي ممكن أن يكون هناك حياة، ولكن حياة بدائية حقيقة. هناك حياة بدائية. طيب هذا الكوكب يعني كيف يدور حول ثلاثة شموس؟ يعني انظروا هذه هنا طبعا صورة أخرى، أنا فقط أحب أن أتوقف عند هذه الصورة وأتأمل معكم. يعني طريقة سباحة هذا الكوكب معقدة جدا أيها الأحبة، انظروا كيف يعني له طريقة دوران عجيبة، يدور من شمس إلى شمس، ينتقل من شمس إلى شمس، فيخضع لعدد كبير من المشارق والمغارب في كل يعني مدة. وبالتالي هنا نحن الله تعالى أشار إلى ذلك، قال: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. أشار إلى وجود مشارق ومغارب، تعدد الشموس. وفي آية أخرى أيضا قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي لم يقل خلقهما، قال خلقهن. إشارة إلى تعدد الشموس، أي أن هناك نجوم أو أنظمة كونية، مجموعات شمسية، ليست مثل مجموعاتنا الشمسية فيها شمس واحدة، بل قد يكون هناك ثلاثة نجوم أو أربعة أو نجمان. هناك كوكب يدور حول نجمين، كوكب يدور حول ثلاثة نجوم، وهذا منتشر كثيرا في الكون أيها الأحبة. والله سبحانه وتعالى يقول: يخلق ما يشاء، ويقول أيضا: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إذن هذا النظام البديع. أنا أتساءل الآن يعني كيف تم تصميم بالنسبة للملحدين الذين ينكرون وجود خالق؟ نقول لهم: لو يعني هذا الكوكب يشهد على وجود منظم حكيم عليم، وإلا انفلت من مساره، ممكن أن يصطدم، ممكن أن يحدث انهيار. نرى أن النظام الكوني متناسق مع بعضه، ويعني أنا حقيقة أرى بأن مثل هذه الكواكب تدل على دقة، منتهى الدقة في الكون. الله سبحانه وتعالى يقول: صنع الله الذي أتقن كل شيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي في الله، يعني هذا الاكتشاف أتوقع أنه اكتشاف مهم ولا يتناقض مع القرآن على فكرة. لو فتشنا في القرآن سنجد الكثير من الآيات تؤكد وجود مثل هذه الكواكب التي تسير بدقة، تسير عبر موجات جاذبية، عبر محيط كوني. قال سبحانه وتعالى: وكل في فلك يسبحون. فهذا الكوكب له فلك محدد يسبح فيه. استخدم القرآن لفظ السباحة للإشارة إلى ماذا؟ إلى وجود موجات جاذبية كونية، كأنه يسبح في موجات المحيط. لذلك الله تعالى يقول: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.